السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في برنامج أحلمنا الذي يتكلم على رموز الرؤى والأحلام. تكلمنا آنفا أي سابقا في الحلقة الماضية عن رؤية السحاب في المنام. اليوم نتكلم على رؤية شيء قريب للسحاب، كل الناس تشاهده في المنام، رؤية السماء في المنام. تأويل السماء في المنام إيه؟ خير ولا شر؟ السماء ربنا ذكرها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. رؤية السماء وبالذات لما تكون السماء صافية تدلل على الرزق وقدوم الخير، وتبين على الأمن والأمان والاستقرار. بعض الأحيان السماء تبين على الصفاء والنقاء، صاحب المنام قلبه أبيض صفي نقي غير كاره أو حاقد أو حاسد على أحد. السماء بعض الأحيان تبين على زيادة في أمور الخير للرأي. السماء تبين أن صاحب المنام اللي يشوف السماء سيكون له شأن طيب وجميل وعظيم في البلاد والعباد. لو واحد رأى نفسه صعد إلى السماء، وهذا الأمر حدث مع سيدنا إدريس عليه السلام. معنا تفضل أبو مريم، أو اتصال معنا أبو مريم، تفضل. وعليكم السلام. أنا حلمت مرة ثانية يا شيخ، خلاني رايح أتوضل لصلاة الجمعة. تمام. واحدة زقت عليا باب الحمام مرة ثانية. تمام. الرؤية الثانية، أنا عند جرار، فأنا حلمت إن أنا راكب الجرار، فأنا ماشي على السكة، كل مدى السكة إيه بتضيق فيا ومانيش عارف إيه أنا رايح فين. تمام. المهم في الآخر أنا قلت لقيت الطريق، فقلت أنا عرفت الطريق، فرحت لقيت خالتي واقفة وبتديني حاجة حلوة، ولا مؤاخذة في بنت صغيرة واقفة وحمار في آخر الحين. في الرؤية الأولى أبو مريم موضوع المرأة تفتح عليك الحمام وانت حصل لي، ده دي رسالة ربنا من عليك بحسن الأخلاق وسيحفظك الله من امرأة خبيثة. أما في الرؤية الثانية موضوع الحلوى وما قيل وما ذكر، فهذا نوع من أنواع الرزق الطيب الجميل الحلال المبارك، ويبين على الحياة التي فيها الراحة والسعادة والسرور لك، والله أعلم. أسأل الله أن يحفظك ويصونك ويرعاك حبيبي الغالي. تفضل يا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن. تحياتي الأسرة جميعا لحضرتك. ربنا يبارك لك ويطول في عمرك حبيبي الغالي. ونتمنى أن الوقت بتاع حضرتك في القناة يطول شوية بإذن الله. إن شاء الله أتمنى من الله ذلك، بس مش هينفع النهاردة، لأن النهاردة على سفر يا عبد الرحمن. تفضل. يا رب يا رب يا رب تسحبك السلامة في كل خطوة تخطيها. اللهم آمين. تفضل حبيبي. إن شاء الله هقول الرؤية الأولى، ولو في إذن أقول الثانية بإذن تمام الله. تمام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك انا شهدت نفسي ان انا ببص على نفسي، اعوذ بالله من كلمه انا دنيا ودين. نعم. اني ببص على نفسي في كاني في مكان لسباق الخيول. تمام. وان راكب خيل، ان انا بشايفني ان انا راكب خيل وماسك اللجام، وفي حواليا مجموعه من الخيول كاتبه، والجواد اللي انا راكبه هم بسرعه كبيره جدا وتفوق على كل الخيول اللي حواليه، وصلت الخط اللي لخط النهايه. تمام. وفي نفس المشهد على طول شفت نفسي انا من نوع حضرتك اللي انا يعني تشرفتش لسه ان يكون عندي لحيه، لان دقني عندي مش غزيره الشعر. تمام. فشفت نفسي ان انا ببتدي جلباب طويل في الطاط وعليه عبايه، وفي نفس الوقت لقيت نفسي عندي لحيه شكلها طيب وجسمي في حاله عنفوان وفوقان، وصلت الخط نهايه برضه السبق، وشاهدت والدي جبريل
وبعدين يعني وصلت يا والدي وبيحفزني، وتخطيت خط النهايه بهمه وبقوه. دي الرؤيه الاولانيه يا حضرتك. اولا لما تنظر لنفسك في المنام ربنا هيحفظك من الكبر والرياء. موضوع الخيل وما شابه ذلك وموضوع المسابقة سيمن الله عليك بالقوة والصحة والعافية. معايا عبد الرحمن؟ مع حضرتك، الله يبارك لحضرتك. ايه الشيء الثالث؟ الرؤية الثانية. لا، الرمز الثالث في المنام. الجزء الثاني ان لابس جلباب ولابس عباية. تمام. الجلباب ربنا حيسترك. موضوع اللحية ربنا سيمن عليك بالالتزام والفهم الصحيح إلى شريعة الإسلام. والله أعلم. مدام نورة، فضل يا مدام نورة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا معايا رؤيتين. تفضلي، قول له أول رؤية ولو كان قصير هقول له قول الرؤية الثانية. يا فضيلة الشيخ، أنا حلمت إن جوزي جاي من سفر وجايب عفش معاه. تمام. وكان ماسك حاجة في إيده. بقول له إيه اللي في إيدك ده؟ بيقول لي ده شماعة ستارة. تمام. ده الحلم الأول يا فضيلة الشيخ. ده يدل إن زوجك في الأيام القادمة هيجيب لك حاجة هتسعدك، والله أعلم. أقول له الرؤية الثانية يا فضيلة الشيخ. اتفضلي. يا فضيلة الشيخ، أنا حلمت إن لأختي، هي متجوزة، ان والدتي راحت عندها في بيتها وكانت هتنام معاها، فكانت الثلاجه بتاعتها، مؤاخذة، الثلاجه بتاعتها مايله، فشدوها لقدام عدلوها، بس هي في الحقيقه الثلاجه على وضع كويس ما فيهاش حاجه. تمام. بس يا فضيلة الشيخ، هي اختك معاها مشاكل؟ يا فضيلة الشيخ، ما هي دول على الامور مايله معاها اصلا، وشدوها يا فضيلة الشيخ اللي الثلاجه اتعدلت، بس هي في الاساس عدله. مالناش جاي بالاساس خالص ليصلح حالنا وحالك، ربنا احنا بنتعامل مع المنامات مش مع الحقائق. هي ما دامت مايله، امور مايله مع عقدك، امور معقده، في خلافات، في مشاكل. ما فيش تحسن يا فضيله الشيخ؟ نعم؟ ما فيش تحسن؟ ربنا هيحسن لها الامور وربنا هيرتب لها الامور في الايام القادمه، بس هي في حاجات معينه في حياه اختك لابد ان هي تصلح من هذه الامور. والله اعلم. لان احنا اتكلمنا كلام كتير جدا يا جماعه، بعض الاحيان الواحد يقول لك زوجي زوجي زوجي، ويكون هي مخطئه 1000%، مش مراجعه حساباتها ولا امورها ابدا. والله اعلم. تفضلي يا ناديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ناديه. تحياتي لحضرتك ورؤيه البرنامج. ربنا يبارك لك وطول في عمرك يا استاذه ناديه. الله يخليك وتسافر وتيجي بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك يا فندم. ومش عايزه اطول على حضرتك، انا واقع عليا اليوم انا واخواتي كتير، عايزين حضرتك يبقى دعاء من حضرتك. تمرين امر. الله يخليك. طب اختي حلمت ان نعم. هي معاها شوك وسكاكين وحطتهم في جيبها. لا، ده الحلم الاولاني. لا، حطهم فين؟ حطتهم في جيبها. في جيبها؟ اه. هي برضه اختك معاها مشاكل برضه؟ شوك، لا بص، هي شوك معايا يا حضرتك. اه؟ شوك ما هي شوك؟ شوك ومعالق. ومعالق، سكاكين، أي حاجات الحط في الجيب ده، في حاجات مخالفة، في حاجات في حاجات غير مفهومة في حياة أختك، في حاجات غير معللة. لا، هي إحنا مظلومين بس. أه؟ مظلومين. ما أنا ما حددتلكيش يا نادية، أنا لم أحدد. أنا بقول لك في حاجات غير مفهومة، في حاجات غير طبيعية. أسأل الله جل وعلا لكم النصرة، فعليكما دائما أن تقولا حسبنا الله ونعم الوكيل. ان شاء الله. طب اقول الحلم الثاني حضرتك. اتفضلي. هي برضه شافت واحد اسمه احمد زميلها في الشغل، وشافت واحده اسمها برضه سعديه كانت معاها في الشغل وكانت بتحط اكل. لا، كانت ايه؟ اخر حاجه ايه؟ بتحط اكل. لا مش سامع. اكل حضرتك. اكل. تمام. اكل، حطها طعام يعني، طعام. تمام. شكرا. تمرين امر. كلمه احمد حياة محمودة وطيبة وجميلة وسعيدة، تدل على السعادة. موضوع الطعام نوع من أنواع الرزق، يعني قدوم الخير للأخت. والله أعلم. اتفضلي يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وفيك إن شاء الله يا فندم. أنا
بنتي دايما شيخ تحلم ان حد بيضربها بالرصاص. لا اله الا الله. تمام. بس هو دايما تحلم كده وتقوم مفزوعة من الحلم. هي بنتك شغالة ولا قاعدة في البيت؟ لا دي مسافرة مش موجودة هنا كمان. مسافرة فين؟ اللونان. في حد متكلم عليها يا ام عبد الرحمن والعياذ بالله في العرض وفي الشرف. لا اله الا الله. اسال الله ان ربنا ينتقي منيهم. اللهم وربنا يصلح حالهم، لا اما الهدايه لا اما الانتقام. يا رب. لان الضرب بالنار ده مش كويس في المنام. يا شيخ بالله عليك جي في غربه، ادعي لها ربنا. ربنا يسر لها الامور يا ام عبد الرحمن ويرجعها اليك ان شاء الله سالمه غانمه معافى. بارك في عمرك يا رب. والله اعلم. اتفضلي يا استاذه كريمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي انا معايا رؤيتين بعد اذنك. اتفضلي يا استاذه كريمه، قولي الرؤيه الاولى لو كانت قصيره هقول لك اتفضلي قولي الثانيه. ماشي يا فندم. انا حلمت ان انا جوزي واحد جيران بيت ابويا جاي من سفر بقاله زمن يعني مسافر ورجع من السفر وجاب له فستانين حريم يعني. تمام. فستانين لونهم موف جميل جدا. تمام. والدوم لجوزي. والحلم الثاني الرؤيه. لا دقيقه واحده. انا هفسر لك وما تعلليش كمان. ماشي. هناك امر من الامور ينقصك في حياتك، وهذا الامر امرا عظيما جدا وتعب نفسك وانت دائما تفكري فيه. صح ولا مش صح يا كريمه؟ مش معايا اولاد. انا بقول لك في حاجه تنقصك في حياتك، انت قلت لك ما تعلليش، تعللتي. قول الرؤية الثانية. الرؤية الثانية برضه هو حلم ان هو جاب قماشتين رجال اشتراهم وراح للسرد قال له انا عايز افصلهم بدلتين. تمام. وراح قال له انا عايز على البدلة 230 او 240، راح قال له ماشي. تمام. وبس برضه. انت حللت يا كريمة انت وزوجك؟ قال لكم ايه؟ احنا ماشيين في موضوع حقن المجاري، عملناه مرتين قبل كده وربنا ما رضش وعايزين نعمله مرة ثالثة. وأنا بقول لك والأيام بينا إن شاء الله، إن كان لنا في العمر بقية سيمن الله عليك بالحمل إن شاء الله. أسأل الله يا كريم أن ربنا يعطيك حتى يرضيك ويعطيك من الخير العظيم إن شاء الله. يعني نمشي في الموضوع اللي احنا فيه ولا توكل على الله إن شاء الله يا كريمة. اتفضل يا أم هنا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي رؤيتين صغيرين. اتفضلي يا هنا. ماشي. اول رؤيه يا شيخ لمرات اخويا، حلمت ان زي ما يكون اخويا مطلعها هي ووالدتي ووالدي عمره او حجه، وهي راكبه الطياره شافت زي ما يكون حواليها في الجو طيارتين بس العياذ بالله مولعين. لا حول ولا قوه. طول الطريق في الطياره خايفه، فبتقول لحد ما وصلنا للحرم او اللي هو السعوديه اللي هو في مكان العمره او الحج، بتقول بعد كده مش عارفه هم طفوا ولا لا. ده اول حلم. هي ناقصة يا هنا، ناقصة أمراض وناقصة تعب وناقصة فتن يا هنا. ما كفاية هذا الوباء اللي دمر العالم وخرب العالم. الطيارة دي يا هنا، نعم، دي كانت في السعودية ولا كانت في مصر يا هنا؟ لا هي بتقول ركبنا أخويا زي ما كنا مركبها هي وأمي وأبوي وموديهم عمرة، فأثناء وهي في الطريق في الجو يعني الطيارة في الجو شافت الاثنين دول مولعين. تمام. والله انا مش عارفه هي هنا او هنا. نحن نفسر ان ربنا هيحفظ البلاد والعباد من الفتن ومن البلاء والهم والغم والضيق، بس الجماعه دول ربنا سيمن عليهم بالاعتمار الى بيت الله الحرام. اللهم امين. والله اعلم. انت معانا يا هنا ولا مشيتي؟ معاك يا شيخ. اتفضلي يا هنا. ماشي يا شيخ. الرؤية الثانية أختي حلمت زي ما تكون هي وجوزها وأخت جوزها راكبين على موتوسيكل، فجوزها زي ما كنت سايق بيهم الموتوسيكل من فوق المباني من فوق البيوت. تمام. فتقول فجأة لقيت جوزي نزل من على الموتوسيكل وسابنا طيارين بالموتوسيكل أنا وأخت جوزي. بتقول يا دوبك إن إحنا نزلنا زي ما كنا الموتوسيكل هيقع بينا، فهو جه فدانا من قدام الموتوسيكل ووقعنا كلنا أنا وهو وأخت جوزي، بس ما حدش فينا اتضرر. الراجل ده يا هنا اللي كان راكب الموتوسيكل ده ويطير فوق العمارات، الفكر بتاعه ازاي؟ فكره ازاي؟ يعني ايه فكره؟ لا اعلم يا شيخ. هو زوج اختي وهي رؤيه الاخت. انا بتكلم عن الراجل يا هنا اللي يصلح حالنا وحالك، كان راكب الموتوسيكل. لا
هو شخص محترم جدا يا شيخ، شخص كويس جدا. يا ست انا قلت لك ان هو مش محترم، يصلح حالنا وحالك ربنا. انت هتخلي الشكل ليه على الهوا مع بعض؟ طيب ايه قصد حضرتك يعني من فكر الفكر بتاعه يعني؟ يعني في حاجات معينه ممكن واحد لماضي كويس ومحترم ولكن عصبي، ممكن واحد يعني ينفذ رايه في الصح وفي الغلط، تقول له يمين يمين شمال شمال شمال، ما يقدرش ايه ما يتبعش الكلام. انا والله يا شيخ لا اعلم، لان رؤيه الاخت مش لي انا. اسال الله ان ربنا يحفظهم يا هنا، وان ربنا يصونهم ويرعاهم، وان ربنا يزول عنهم الخلافات والمشاكل والنكد، والله اعلم يا هنا. اتفضلي يا ام عادل. ايوه من الشيخ ابراهيم. اتفضلي. عايزه بس اقول لحضرتك على حلم لسه شايفاه اول امبارح بالظبط. تأمري انا بس ارفع الصوت بتاعك يا ام عادل. حاضر يا شيخ حاضر. انا شفت ان انا راكبه قطر، والقطر ده ماشي بطيء. تمام. وفي نفس الحلم لقيت زي ما يكون حد ساب لي شكاره كبيره كلها فلوس فضيه جنيهات. تمام. وتقيله فوق يمكن محدش يقدر يشيلها. فالمهم ان انا عماله ابص للشكاره فرحانه بيها قوي، وعماله اقول فين عطيه؟ انا عطيه جوزي اسمه عطيه في الحقيقه. تمام. فانا عماله اقول فين عطيه يجي يشيل الشكاره دي؟ طب انا هنزل بيها ازاي؟ طب انا هشيلها ازاي؟ وقاعده دماغي لفه في الحلم. فجيت في قلب الحلم لقيت زي ما تكون واحده جت قعدت على كرسي قدام مني في القصر، فانا عماله اقول لها والنبي القصر بقى فاضي بعيده، فانا عماله اقول لها والنبي خلي بالك منها قبل ما اروح بس انادي على عطيه واجيبه يجي يشيل معايا الشكاره دي، انا مش عارفه نشيلها ازاي. تمام. ففي نفس الحلم لقيت برضه زي ما يكون صينيه جايه منين ما اعرفش جايه ازاي نازله لي ازاي كده، يعني زي ما تكون واقفه كده على السما طايره في قلب القصر، يعني واقفه كده لوحدها صينيه المونيا احنا بنحطها بناكل عليها قيمه، الصينيه دي لقيتها كلها جبنه. فانا عماله ابص وفرحانه بيها قوي، عماله اقول طب الجبنه دي كلها ادخلها احطها في الثلاجه ازاي، وقاعده حيرانه في الحلم حته الفلوس وحته ان انا خايفه ان الست دي يعني ان هي كده هو تاخدها مني. يا ام عادل. ايوه يا عم الشيخ. انت مش قلت الرؤيه؟ اه. انت هتسرد ليه الرموز؟ انت هتفسرها على مزاجك؟ ولا هتختاري حاجه؟ احنا هنفسر لك كل رمز موجود في المنام يا ام عادل. ما هم دول انا شايفاهم مع بعض يا عم الشيخ. طب ما انا عارف. اه. انت يا ام عادل الامور معاكي ماشيه بطيئه قوي. ايوه يا عم الشيخ، وانا تعبانه خالص. مش بتحركي خالص؟ لا يا عم الشيخ. انت عندك اسمعيني يا ام عادل. قول يا عم الشيخ. انت عندك ضائقه ماليه؟ جامد يا عم الشيخ. الامور مؤزمه خالص يا ام عادل. اه. القطر اللي هو اصلا المهدي ده اللي هو ماشي بطيء، الامور يعني ماشيه بالعافيه. اه. الامور ماشيه بالزق. موضوع المبالغ المالية سيعطيك الله حتى يرضيك، والله جل وعلا سيجعل لك من بعد العسر يسر، ومن بعد الضيق سيكون لك الفرج. كلمة عطية يدل على العطاء والمن والفضل من رب العالمين لك. يا رب. موضوع الصينية وموضوع الجبنة، من الله عليك بصفة التواضع وعدم الكبر وعدم الرياء. انت قلت لي في مرأة في المنام؟ ايوه عم الشيخ. ايوه. ما قلتي عن المرأة ده يدل ان ربنا سيحفظك من الفتن، فقول الحمد لله. الحمد لله يا عم الشيخ. والله اعلم. ربنا يكرمك. بس انا عايز اقول لك على حاجة والنبي. لا انت هتقول رؤية تاني ولا استفسار؟ مش هقول لك على رؤية، انا عايز اقول لك بس ان انا بحبك عشان حضرتك من ناحية عم الشيخ السيد. احبك الله الذي احببتني فيه. والشيخ سيد حمدي عليه رحمة الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعله في أعلى 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 أماكن الجنان. يا رب يا عم الشيخ إبراهيم. يا رب. ربنا يبارك لك وطول في عمرك إن شاء الله يا أم عادل. يا رب. ربنا يكرمك. أمرين أمر يا فندم. اتفضل يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عبد الرحمن. لو سمحت يا شيخنا، انا شفت نفسي في اوضه النوم بتاعتي. تمام. وبعدين لقيت زي ما كل حاجه دخلت تحت السرير، فببص كده لقيت ايه ما اعرفش في ايه، بعدين لقيت قطه راحت داخله تاني، بعدين لقيت القطه طالعه بدماغ او براس تعبان، والراس التعبان ديت كانها بلعه سمكه.
تمام. وبعدين راحت تقع الصاله عندي ورمت الراس ديت في الصاله، لقيت ابن خالتي اسمه هاني صلاح راح واخد الراس دي ورماها في الشارع. يا ام عبد الرحمن. نعم. لو في حد جالك البيت يا ام عبد الرحمن او إيه؟ انت او في حد جالك البيت او انت رحت عند حد البيت او رحت السوق قابلت حد من احبابك او من جيرانك او ما شابه ذلك، ما تحكيش معاه على امور البيت ابدا. لا عمري ما بتحصلش ابدا معايا كده. ما انت مصابه يا ابو عبد الرحمن بنوع من انواع الحسد. اسال الله ان يحفظك وان يصونك وان يرعاك، واسال الله ان يزيل عنك الحسد ويزيل عنك الوباء وان يحفظك من الامراض. اتفضلي يا امة الله. الله بركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا امة الله. ممكن هم اتنين صغيرين، هقول لحضرتك الاولانية وشوف حضرتك لو اقول الثانية. اتفضلي تأمري امر يا فندم. الامر لله. اختي حلمت ان هي على جبل مع بابا وماما والاتنين متوفيين بابا وماما، وهي متوقفة معاهم على الجبل. فجأة قامت ريح شديدة جدا وقعت من على الجبل على الارض، وبعد كده شوية وراحت الريح دي هدت وطلعت تاني على الجبل. بس هي أختك عانت من أزمات في حياتها؟ أيوة. واحتمال كبير جدا تأثرت بوفاة الأم والأب، ومتأثر بوفاة أختي لنا. يعني في 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 تأثير شديد جدا. أيوة أيوة. أسأل الله إن ربنا يحفظها وإن ربنا يصونها ويرعاها، بس ربنا سيوقف معها وربنا مش هيخذلها أبدا. بس أوصيكي وأوصيها إن عليكما بالاستغفار والصلاة على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله. قول الرؤية الثانية. الرؤية الثانية إن زميلة ليا حلمتني من حوالي من شهور كده أو تقريبا سنة، حلمت بيا أنا إن هي جت عندي فلقت عندي هدية، فقالت لي الهدية دي بتاعتك، قلت لها فتحت الهدية فلقيتها سبحة طويلة قوي، قالت لي سبحة طويلة كده ولونها كده أبيض أو لونها زي لون اللؤلؤ كده، قالت لي حاجة كده، فبتقول لي دي بتاعتك، قلت لها دي جاية لي هدية بس كده. أنت معاكي في الحقيقة بنات؟ لا ما عنديش ولاد أصلا. ربنا حيمن عليكي بالحمل. لا أنا معلش زوجي متوفي. ربنا حيمن عليكي بالزواج وحتحملي. واوعى تقولي ان انا مش هتجوز ابدا. لان دي في علم الغيب. طبعا طبعا. وفي واحده تقول لك مش ممكن اتجوز ابدا. ايوه. والله ما يكون حرموني من الدون العاشر. صح. وتعدي الايام وهتتزوج، ربنا يحمنا عليك والايام بينا ان كان لنا في العمر بقيه. ان شاء الله. سيمن الله عليك بالزواج. ان شاء الله. وهتجيبي اول مولود هيكون بنت مش ولد. ايوه. الشيء الثاني موضوع السبحه ايضا. دي رسالة من ربنا انك انت تكوني كثيرة الذكر. خليكي في الاستغفار، خليكي في التسبيح والتمجيد والتعظيم لرب العالمين. والله اعلم. شكرا جزيلا. تأمرين امر. اتفضلي يا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نادية. حلمين يا شيخ. اتفضلي قولي الرؤية الأولى كالمعتاد يا نادية، لو كانت قصيرة هقول لك قولي الثانية. طب حاضر. اوكي يا فندم. حلمت ان خالتي سعديه قاعده وبنتها ماجده قاعدين عندي، بس خالتي سعديه دي الله يرحمها كانت قاعده وجنبها بنتها ماجده، وبعدين زي ما اكون وكان في ناس تانية قاعده زي ما اكون كده في ايه مناسبه وانا رايحه جايه، وبعدين فتحت الثلاجه لقيتها مليانه جاتوه كلها جاتوه، فقلت مين اللي جاب الجاتوه ده؟ قالوا لي دي اختك هناء. قالوا هناء اختك هي اللي جابتها. تمام. ده الحلم الاولاني حضرتك. اولا هناء وسعديه، راحه وسعاده وهناء لك. ومجده. مجده يدل انك انت عندك الجديه في بعض الامور وعندك الاتقان في بعض الامور، تحب الترتيب والتنسيق. كذلك موضوع الجاتوه ده مناسبه سعيده او امر سيسعدك في الايام القادمه. المتوفاه يدل ان هي في راحه وفي سعاده وفي نعيم وفي الجنه. والله اعلم. قول رؤيه ثانيه. طيب اختي بقى، ده الحلم ده لاختي. حلمت ان هي رايحه تجيب عيش من الفرن، ولقيت بنتين ماشيين قدامها برضو كانوا رايحين يجيبوا عيش. تمام. بعدين شافت العيش ان هو ناقص خمس، فلما وصلت عند الفرن لقيت العيش بقى حلو وجميل، واشتلت وحطته في شنطه بيضة. اشتلت عيش كتير وحطته في شنطه بيضة ومشت. اقول لك ايه؟ شكرا. ايوه. هي اختك شافت العيش الاول وحش مش كده برضو؟
هي ومن هي على بعد شايفاه ناقص خمر، لما قربت لقيته بقى جميل وحلو. ما انت ايه اللي وضحتيه؟ ما انا بقول لك قولي ايوه او لا، تحكيش المنام تاني. أيوة. هي في الاول شافت العيش وحش وبعد كده شافت العيش كويس. ايوه ده اختك دي لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب. وانا مكلك بالامانه، ودي رساله لاختك ان هي تنظر الى النعم المفقوده ولا تنظر الى النعم الموجوده، زي كثير من الناس يقول لك فلان معاه وفلان معاه وفلان معاه وفلان معاه. يا سيدي يا سيدتي، انت ربنا اعطاك نعم افضل من مليارات الدنيا. انت اداك يد واداك عينين واداك انف واداك تذوق واداك فهم واداك عقل، قول الحمد لله. كثير من الناس ينظرون الى النعم المفقوده اللي هي غير موجوده، متعب نفسيهم، ولكن لا ينظرون الى النعم اللي هي الموجوده للانسان، نعم كثيره لا تعد ولا تحصى، والله اعلم. اتفضلي يا نورهان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يا شيخ انا جوزي حلم ان هو شاف معاه طفله كده حلوه خالص، والطفله بتعيط. تمام. وهو اخذها كده ومسح دمعها وخلاص على كده. انت معاكم اولاد يا نورهان؟ لا. صيمن الله عليكم بالحمل اول لكي. الشيء الثاني، وجوزك شغال ايه؟ شغال ايش؟ شغال كده شغل عادي، يعني راجل ارزاق زي حالاتنا كده. ايوه ده يدلينا ربنا، حدي امر من الامور في الايام القادمه حيفتح لي فتوح العارفين. يا رب امين يا رب. والله اعلم. يا رب. تؤمرين امر. شكرا، مع السلامه. تفضلي يا نورهان. معنا حد على الخط؟ فتفسير الأحلام. تمام. نحن بنتكلم على رؤية السحاب، رؤية السماء. السماء دائما فيها الخير ودائما فيها الراحة ودائما فيها البشرى. عالم الأحلام ده يا جماعة من الأشياء التي تحير العقول. ربنا يجيب لك أمر من الأمور في المنام. ربنا ما يجيب لكش حاجة وحشة أبدا، ده لما يجيب لك أمر يقول لك خلي بالك لا تقترب إلى هذا الأمر، ابتعد عن هذا الأمر، خذ بهذا الأمر. إذا جاء الأمر في المنام موافق للكتاب والسنة لمنهج القرآن ومنهج خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، خذه على طول وطبقه. أما لو جاء الأمر مخالف للقرآن مخالف للسنة ابتعد عنه. بعض أحيان والله في ناس ما دخلت المسجد في حياة أبدا، وبعض أحيان شوف رؤية لحد دعاه ولا حد قال له قال الله ولا قال رسول الله، دخل المسجد. إن دخلت المسجد ليه؟ لأنه رأى في منامه رؤيا. اللهم صل على جمال حضرة النبي. تذكرت في إحدى المرات رحت زار عند واحد مسؤول كبير جدا عظيم، ولا يوجد عظيم إلا الله جل وعلا. فجلست مع الزوجة بتاعته، والله العظيم يا جماعة يخرج من وجهها نور وكأنها من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة صالحة وزوجه أكثر منها. تقول لي أنا رأيت في المنام، رأيت في منام سيدنا يونس، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا لوط، شفت في منام النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل، سيدنا ميكائيل، سيدنا السيدة عائشة، السيدة مريم، كل مناماتها فيها الخير. مبشرة. أسأل الله أن يبشرنا جميعا وأن يحفظنا جميعا وأن يمن على مصر الحبيبة وجميع الدول العربية والإسلامية. وأسأل الله أن يحفظ أهل المملكة العربية السعودية. أسأل الله أن يحفظ شعب المملكة العربية السعودية. أسأل الله أن يحفظ شعب المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية والإسلامية. إن شاء الله حكون معاكم يوم الأربعاء يوم الخميس
والاثنين من كل أسبوع الساعة 6 مساء، فانتظروني وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.